تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله في احتفال جرى في قصر الصخير هذا اليوم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد لدى مملكة البحرين. فقد وصل سعادة السفير هيديكي إيتو سفير اليابان إلى قصر الصخير، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. هذا وسلم سفير اليابان لجلالة الملك المفدى أوراق اعتماده سفيرا لدى البحرين، وتبادل جلالته مع السفير الكلمات الترحيبية مشيدا بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة سفير تانيت ناسون خلا سفير مملكة تايلاند، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. وسلم سفير مملكة تايلاند لجلالة الملك المفدى أوراق اعتماده، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البحرين وتايلاند وما تشهده من تقدم وتطور. كما وصل إلى قصر الصخير سعادة السفير أنور سفير سفير جمهورية الصين الشعبية، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة. هذا وسلم سفير جمهورية الصين الشعبية لجلالة الملك المفدى أوراق اعتماده، وأشاد جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين على الصعيد كافة. Thank you.
كما وصل إلى قصر الصغير سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في استقباله رئيس المراسم الملكية، وجرت له المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبات. هذا وسلم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لجلالة الملك المفدى أوراق اعتماده، مشيدا جلالته بالعلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تقدم وتطور. وقد تمنى صاحب الجلالة حفظه الله للسفراء الجدد كل التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين. هذا ونقل السفراء إلى جلالة العاهل المفدى تحياتي وتقديري رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بمنفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولهم بمملكة البحرين على مختلف الأصعد. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي وزير الديوان الملكي ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير المتابعة بالديوان الملكي وسعادة رئيس المراسم الملكية. اقسمت جلالتكم باطراف على الشرف